أن يسأل عن التأمين الشامل للسيارات، ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، التأمين على نوعين: التأمين التجاري وهو الذي يكون بين طرفين، بين مؤمن ومؤمن له، بين مؤمن ومؤمن له، وهذا التأمين التجاري الذي يكون بين الأفراد أو الشركات وبين شركات التأمين، يدفع المؤمن، المؤمن له يدفع للمؤمن قسطا سنويا أو شهريا يحصل فيه على ما نص عليه عقد التأمين، سواء تأمين طبي ولا تأمين سيارات ولا تأمين بيوت أو غيرها من أنواع التأمين. فإن حصل ما كان عليه الاتفاق من حادث أو احتراق أو نحو ذلك يدفع له التعويض، وإن لم يحصل شيء فالمال يكون لشركة التأمين. هذا صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي ومن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بأنه محرم ولا يجوز، وعقد اشتمل على الغرر الفاحش المفسد للعقود، وعلى الربا بنوعيه: ربا الفضل لأنه يعطي الإنسان مبلغ من المال ويسترد أكثر منه، وربا النسيئة لأنه يعطي المال في وقت ويسترده بعد فترة، فاجتمع فيه الربا بنوعه. النوع الثاني من التأمين هو التأمين الإسلامي كما يطلق عليه في عرف علماء العصر، وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجوازه، وهو الذي يكون فيه ثلاثة أطراف: المؤمن الذي يدفع قسط التأمين مع صندوق التأمين الذي يمتلكه الذين يدفعون، هؤلاء الأفراد أو الشركات الذين يدفعون قسط التأمين، والطرف الثالث هو شركة التأمين التي تقوم بالإدارة فقط، إدارة هذا الصندوق مع الأفراد، وليس لها إلا أجر على الإدارة، وما تأخذه من أجر المتبقي من هذا المال هو للمؤمنين يعود عليهم لو بقي منه شيء. لو استنفد المؤمن كل المال فإنه لا يبقى لهم شيء، وبالتالي إما أن يقترضوا على ذمة المؤمنين في التفصيل الذي جاء في ثنايا قرار مجمع الفقه الإسلامي. فإذا كان التأمين بهذه الطريقة عند شركات تأمين إسلامية فلا حرج في التأمين الشامل على السيارة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ الكريم.